هاي، أنا أميرة رشوان، فود بروجر وتيك توكر وأرتكت، وهعمل لكم ريسبيس كتير الفترة اللي جاية. وعايزة تعملوا فولو سبسكرايب على اليوتيوب. والنهاردة هعمل لكم تركيش كيك بطريقة تركية، وهي حلوة جدا وسهلة كتير. هنحط في بولة 2 كوب جبنة كريمي، 1 كوب كريمة، 1 كوب سكر، 3 بيض، 1 معلقة فانيليا، 1 معلقة عصير ليمون. نقلب ده كله كويس، وبعدين بنحط معلقتين دقيق. بعد كده بنقلب كويس جدا بالبلندر في اتجاه واحد. ويفضل ان احنا لما نحط الخليط في قالب يكون في ورق زبدة تحتيه. انا طبعا حطيته في قالب على طول من غير ورق زبدة، بس هو يفضل ان انت تحطه في ورق زبدة تحتيه. بعدين بيتطلعه وتحطه عليه صوص الشوكليت، وده بيكون تشيز كيك حلو جدا بالطريقة التركية. ممكن تقدمه مع شاي او نسكافيه، اي حاجة سخنة. طبعا ده كان يومي النهاردة، وبالليل لازم اكتب نوت ليونس قبل ما نام علشان لما يكبر يقراها ويشوف كنت بكتب له ايه.